اللهم لك الحمد السلعة موجودة والثمن مناسب. الثمن كيتراوح التفاح ما بين 4 دراهم حتى 9 دراهم، والسلعة اللهم لك الحمد موجودة. والإقبال مع هذا كورولا شوية، السلعة شوية وصافي، ما كاينش الهزان بزاف. فانتم كتشوفوا راه الحمد لله راه عندنا اليوم الجباجات، راه ما كاينش زعما شي هزان بزاف ولا شي حاجة. والثمن راه مناسب، ماشي شي ثمن اللي زعما اكثر من العاده ديالو. راه الثمن قبل كان احسن كاع من هذا الوقت ديال رمضان. زعما الثمن راه مناسب، بحال دابا بحال الليمون راه ما بين 4 دراهم وما بين 4 دراهم حتى 6 دراهم المليح، والبنان كذلك ما بين 4 دراهم حتى 7 دراهم كاع المليح. يعني ما كاينش شي ثمن طالع في هذا رمضان، ولا ثمن عادي جد مناسب. العرض كاين موجود الخير الحمد لله، موجود بكثره الحمد لله. الأثمنة ديال بالنسبة ديال الخضار جد مناسبة جدا. كاين أمثلة البصلة مثلا كتروح ما بين درهم درهم و70 درهم و50 حتى لجوج دراهم. خيزو كذلك خيزو جوج دراهم حتى لجوج دراهم جوج دراهم ونص. بطاطا جوج دراهم مثلا. الكورجيت الفلفلة الخيار حتى هي كتروح ما بين 3 دراهم 3 دراهم ونص. كنقول لهم اسيدي الناس اللي دايرين الحجز الصحي يلتزموا البيوت ديالهم، والمواد الغذائيه والخضار كل شيء موجود الحمد لله في الاسواق شي وفي المتاجر ديالها سميتو. يعني المسائل غادي عاديه الحمد لله جدا. غير الانسان حنا خارجين مغامرين بحياتنا مغامرين بوليداتنا باش نوفروا للمواطنين المسائل الفلاحيه، ونطلبوا الله السلامه والعافيه لجميع المواطنين، ونطلبوا من الله يرفع علينا هذا البلاء. بالنسبه للتلاح، التلاح موجود، الخير موجود تبارك الله، والثمن مناسب، كاينه من 2 دراهم و50، كاينه 2 دراهم حتى لدرهم. والثمن مزيان، كيجي من نواحي ديال طاطا، كاين طاطا، كاين زاكوره، كاينه شي حاجه تعترض، ولكن الجوده التلاح اللي مزيان هو اللي كيجي من طاطا. والاجواء بخير، يعني الخيرات موجوده كما كتشوفوا. القرعة الحمراء برقموس كلشي، يعني كلشي خير موجود. الثمن ديالها يعني 3 دراهم ونص 4 دراهم.